عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فجعل له عينين وأذنين، وجعل له لسانًا واحدًا، وذلك ليتلقى أكثر مما يخرج، فإنه يتلقى بعينيه ويرى فيأخذ الدروس والعبر، ويسمع بأذنيه كذلك فيسمع الدروس والعبر، ويفكر بقلبه فيعرض عليه كل ما جلبته العينان والأذنان، ثم يخرج بعد ذلك ما أنتج بلسانه. وهذا اللسان هو سلطان الجوارح، ولذلك تؤثمه الجوارح كلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإننا بك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وإن الله سبحانه وتعالى حضنا على قول الخير والإحسان باللسان، فقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى إلى أن من مداخل الشيطان العظيمة في النزغ بين الناس وتفريق قلوبهم وتفريق جماعتهم ما يصدر عن اللسان من الكلام، فإنه مدخل من مداخل الشيطان تحصل به الأذية. وقد قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، كما قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فأمرهم أن يقولوا التي هي أحسن، ولم يأمرهم أن يقولوا حسنا فقط، كما في خطابه للأمم السابقة: وقولوا للناس حسنا، وكان ذلك في خطابه لبني إسرائيل. أما خطابه لهذه الأمة لأنها خير أمة أخرجت للناس، فجاء بأفعل التفضيل، فبنو إسرائيل قال لهم: وقولوا للناس حسنا، ونحن قال لنا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن من ضرورات الإيمان ألا يقول الإنسان بلسانه إلا ما هو خير، والخير كثير وأبوابه كثيرة، فذكر الله وما والاه هو خير ما يشغل به الإنسان لسانه، وخير ما يجد في صحيفته يوم القيامة. فالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والدعاء والثناء على الله وحمده على آلائه التي لا تحصى هو الذي ينبغي أن يكثر منه الإنسان، وأن يجده في صحيفته كثيرا يوم القيامة. فطوبى لمن وجد في صحيفة عمله استغفارا كثيرا. أما ما يتعلق بذكر الناس مدحا أو قدحا، وما يتعلق بما يجري بينهم، فإنه من النادر أن ينجو منه الإنسان، فإما أن يكون ضررا متمحضا وشرا عظيما، فيا رب كلمة قالت لصاحبها دعني، ويا رب كلمة ندم صاحبها بعد أن قالها وقد تجاوزت الحنجرة. وكذلك إما أن يكون من اللغو الذي لا خير فيه، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذي قال قبلها: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فاللغو هو ما لا خير فيه ولا نفع فيه من الكلام، فلا بد من تجاوزه وعدم الوقوف عنده، وأن نشغل ألسنتنا بما يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك ملاك الأمر، عندما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ وقد أخذ بلسانه فقال: أمسك عليك هذا. قال معاذ: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. ومعنى لا يلقي لها بالا أي لا يظنها ذات شأن ولا ذات أمر عظيم، يظن أنها من الخفيف السهل الهين الذي يقوله الإنسان دون مبالاة. وليس المعنى
أن الإنسان إذا أخطأ وقال قولا لا ينويه ولا يريده أنه يصل به إلى هذا المقام، بل إن الأعمال كلها مربوطة بنياتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يقول شخصان كلمة واحدة ولكنها تكون ثقيلة في ميزان أحدهما خفيفة في ميزان الآخر بحسب النية، فالنية إكسير العمل، وهي تقلب العمل كله وتغيره. ولذلك لا يقصد بقوله لا يلقي لها بالا أي لا ينوي بها لا ينويها، بل لا بد من النية. فمن أخطأ بلسانه دون نية فإنه لا يعاقب على ذلك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم حدثنا عن آخر من يدخل الجنة فإنه يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فلم يضره خطأ لسانه لأنه لم ينويه ولم يريده، فرفع عنه إثم ذلك. لكن لا بد أن ننبه إلى أن الفتن في آخر الزمان كثيرة، وأنها تصل بكثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، إلى إبطال العمل وإلى فتح أبواب الشيطان. فلذلك لا بد أن نحذر من هذا الباب الذي هو باب اللسان، وأن يجتهد كل إنسان منا في قول الخير، وأن يجتهد في أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الكامل الإسلام الذي هو مثال يقتدى به هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن أصاب المسلمين بالضرر بلسانه أو بيده فإن ذلك لا ينقض إيمانه بالكلية، ولكنه ينافي تمام الإيمان وكماله. فتمام الإيمان وكماله إنما يحصل لمن سلم المسلمون من لسانه ويده. فاتق الله سبحانه وتعالى في أماناته لديه وفي جوارحه، وشغلها فيما خلقت من أجله، وقدم لنفسه خيراً يجده في صحائف أعماله يحمد الله عليه. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. على كل إنسان منا إذا سولت له نفسه أن يقول قولاً، أن ينظر إليه بميزان الشرع، هل هو مأمور به أو منهي عنه، أو هو من اللغو الذي لا له ولا عليه. فإن كان مأموراً به فليبادر إليه، وإن كان منهياً عنه فليفر منه، وإن كان لغواً كذلك فلا يمر به إلا مرور الكرام. ولنزهد في كثير من المجالس التي يكثر فيها الكلام في غير طائل، فإنها ترات على أصحابها يوم القيامة. فما من قوم يجلسون مجلساً لا يذكرون الله فيه إلا كان ترة عليهم يوم القيامة. والترة الثأر، أن يكون ثأراً عليهم مستحقاً في رقابهم يوم القيامة. وهذه المجالس لا بد من بيان أن كثيراً منها فيه من معصية الله سبحانه وتعالى ومن غير المرضي من الأقوال ما حذر الله منه. فإن الله قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم.